يعني انا فاكره ان انا عملت تقرير على، مش فاكره كان على كوبري 6 اكتوبر بتوك توك جاي عكس، ده موجود على الانترنت. كوبري 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر كان في توك توك جاي عكس، وبقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لي انا اعمل اللي انا عايزه. الفتره دي فتره بناء، الفتره دي عايزين نحس الناس كلها على انها تبني وتعمر، عشان كده بنحاول نجيب لكم الحاجات الايجابيه، يمكن تبقى قدوه، يمكن نعرف نقلدها، يمكن تدينا امل وتفاؤل ان احنا نبقى احسن. انا عارفه انها ممكن تكون مش مغريه او مش مسليه او مش هتعمل مشاهده فظيعه، ولكن صدقوني مش هو ده المهم. زي ما كنت بضيع نص ساعه وساعه الا ربع من البرنامج بقدم فيها عمليات والناس كلها تقابلني في الشارع تقول لي ايه الكآبه دي، وانا مصممه برضو اقدم عمليات عشان انا مؤمنه ان انا عندي رساله. رسالتي دلوقتي هي ان انا اوريك الحاجات الكويسه اللي بتحصل في مجتمعنا، رسالتي دلوقتي ان انا احسك على الخير اللي دايما بنحسك عليه، رسالتي دلوقتي اني اقول لك ان مفيش مستحيل وان احنا نقدر نحقق كل حاجه في الدنيا. عشان كده هينحصر مواضيعنا او الحاجات اللي هنقدمها في الحاجات اللي هتحسسك بده. عندك مشاكل؟ طبعا عندك مشاكل. في لسه ادمان؟ طبعا في لسه ادمان. هتكلميني هتقولي لي جوزي مدمن؟ هقول لك هاتيه نعالجه فورا. هتقولي لي المستشفى الفلانيه اهملت في انها عملت مش عارفه ايه وانها عملت ايه وانها عملت ايه؟ لا، هنقدمها وهنقول ان حصل اهمال كذا كذا كذا، زي ما قدمنا بالظبط التقرير بتاعت البنت اللي خدت طلقه في دماغها. يعني محدش يزعل مني، الناس اللي بتقول ان الاعلام ساكت وما بقاش يتكلم في مشاكل وكده، لا ده مش حقيقه. الاعلام والدوله حاجه واحده في الرساله او في الهدف. هدفنا دلوقتي كلنا ان احنا نكبر ونبني ونعمر، وزي ما دايما كنت بقول ان احنا نقول تحيا مصر بالفعل مش بالقول. عشان كده انا عايزه ابقى الفتره الجايه ايجابيه. مش هقدم لك اللي قتل مامته واللي قتل باباه واللي اغتصب مش عارفه مين ومين، لان الموضوع ما بقاش زي زمان، ما بقاش في فوضى زي زمان، ما بقاش الموضوع ده كتير زي زمان. فبلاش نخلي حاجات فرديه نحولها لظواهر ونعمل عليها سبوت في الاعلام. هتقولك ايه ده ريهام اتغيرت بقى ودي اكيد توجيهات القناه. صدقوني لو مش مقتنعه اقسم بالله عمري ما هعمل. انا مقتنعه ان احنا دورنا دلوقتي ان احنا نقدم كل ما هو مفيد وكل ما هو ايجابي، لانك لما بتبص على الحاجات اللي بتحصل زي مدينه العالمين والعاصمه الاداريه وكل الاستثمارات اللي بتحصل دي تحس ان احنا بنكبر. انت كمواطن بسيط ممكن تكون مش حاسس بالحاجات دي ولا بالاستثمارات دي، لكن صدقني هو ده اللي هيجيب فلوس لمصر، هو ده اللي هيخلينا نبطل نستلف، هو ده اللي هيخلي بعد كده أجرك كبير، هو ده اللي هيخلي معاك فلوس. ابتديت بالتقرير بتاع الراجل اللي حول مقلب الزبالة لمكتبة عشان اقول لك ان بص النقيض من مقلب زباله لمكتبه كلها ورد و و و زي ما الراجل ده عمل نقدر احنا نعمل، نقدر نعمل وقدرنا نعمل من الفوضى والقتل والاغتصاب واللي 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 لناس بتعمر وبتشتغل وبتكبر. معانا سوريا اللي كانت الحلقه اللي فاتت، قالت لك انا بقيت 30 سنه بشتغل على الانابيب وجوزت 4 بنات وكبرت وعملت وسويت. على فكره سوريا خلاص يعني 3 4 ايام وعمليتها ان شاء الله. فعشان كده بطلوا تسالوني في الشارع ليه ما بقيتيش تقدمي جرائم. وبعدين انا مش عارفه انتم متضايقين ليه، اما في ناس كتير قوي كانت متضايقه تقول لك ايه الكآبه دي، ايه البشاعه دي، ايه مش عارفه ايه ده.